السلام عليكم، هلا والله، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. معاكم عز الخد، واليوم رجعنا لكم بسؤال جديد ومكان جديد. طبعا المكان اللي احنا بنصور فيه اليوم اللي هو زون 1 البوليفارد. طبعا البوليفارد المنطقه اللي ما تنام في موسم الرياض، فيها كثير من الفعاليات اللي انتم بتحبونها مثل النافوره الراقصه والمسرح العربي والسينما الخارجيه اللي بتعيشك تجربه جديده في عالم السينما، والحفلات الغنائيه والفنيه والمطاعم المشهوره مثل الفلامنكي وليالي محروسه وغيرها كثير من المطاعم والبراندات العالميه. ومساحه البوليفارد اكثر من 230 ألف متر مربع، يعني لو نتكلم من اليوم لين بكرة ما راح تخلص الفعاليات اللي في البوليفارد. وعشان موسم الرياض حقق لنا أشياء كثير كنا نتمناها، سؤال اليوم كان وش أكثر شيء تتمناه يصير في موسم الرياض؟ يلا نخليكم على المقابلات. شيء تتمناه يصير في موسم الرياض؟ والله كل شيء متوفر، ما في شيء يعني تمنيناه ولا جاء في موسم الرياض. درجة يعني الملاهي حقت لندن جابوها لنا ما شاء الله، والله العظيم صحيح كنا نروح لها، هالحين هي جتنا. شيء تتمناه يصير بموسم الرياض؟ اي فعاليه بخاطرك تصير؟ اي فعاليه بخاطرك تصير؟ اي يجيبون دلافين هنا. ايش فيكم دلافين؟ يحطون حبال نافوره كذا يا رابن، حلوه والله. شيء تتمناه يصير في موسم الرياض؟ يقول لك يبغى حوت وقرش في لا اله الا الله، يجيبون يشوه على الطبيعه يا اخي. تبون تشوفون هنا يعني حوت على الطبيعه؟ حلو. شيء تتمناه يصير في موسم الرياض؟ ابي تخترع لي فعاليه جديده. ممكن نجمع سباحين عالميين. ايوه. ونسوي اولمبياد مائي في نافوره البوليفارد. كل شيء في النافوره، سباحين ولا بطاري. نسوي سباق قطاوه. قطاوه عندنا واجد في الرياض. ايوه. يمشون بسرعه. في قطاوه حتى لو تبي تدعسه ما تلحقه. بسرعه. والله لو ايش؟ اي فنحطهم في سباق، سباق قطاوه، سباق الرياض للقطاوه. والقط اللي يفوز نعطيه البتونة. والله لا عاد تسوي فعاليات. لا انا امزح. الله يسلمك. لا عاد تتمنى شيء. شيء تتمناه يصير في موسم الرياض؟ شو اسمه؟ لا اله الا الله، يجيبون نطيطات. حلو. والله العظيم. ايوه. هذه النطيطات مش مجانية تخش. حلو. تقعد تنطط. الناعي مثلا الطريق ذا صح؟ مقفل صح؟ حط نطيطة. مش نقص. والله على كيفك. والله بس يعني والله النطيطه كويس. حلو، يعني اختراعك تكون في نطيطات نطط فيها. نطيطات. سلام، شكرا. الله يوفقك حبيبي. Yeah, in this season you have everything here in Riyadh. If you need something else, you ask Saudi people, you ask the young people, you have. But here you have, you do what you do here, it's wonderful. It's very good. ها؟ وش اسمك؟ عبد الله. طيب يا عبد الله، وش الشيء او الفعاليه اللي تبي تصير في موسم الرياض؟ يعني مره كذا يعني ننبسط. يعني ايش الفعاليه اللي تبيها في موسم الرياض؟ يحطون اغاني كذا. امسك المايك. ايوه. حلو. وش ذا ما يسمع؟ يسمع. الو. وش الشيء اللي تبيه يصير في موسم الرياض؟ شيء تتمناه يصير؟ هو شيء بسيط، يعني في لعبه كذا يحبسوننا في غرفه ولغز. ايوه. وحاول تحل هذا اللغز عشان تلقى المفتاح عشان تخرج، عشان هذه اتوقع شفناها في اكثر من مكان. الرياض تطورت لدرجه هذه موجوده برا الموسم، تعال تلقاها برا الموسم مو جوا الموسم. اطلب شيء زي الناس يا اخوي. طيب ايوه كويس طلعت موجوده خلاص. حلو. خلاص موجودة، بروح اشوف وينها. شيء تتمناه يصير في موسم الرياض؟ شوف انا جربت ذا الشيء بالسودة بس ابغاه يكون هنا. ايش اللي هو البروشوت والزبلاين؟ ايوه. فودي يكون هنا موجود عشان نجربه. هذا الشيء برضه موجود، اطلع حديقة الملز وتلقاه موجود. يا اخي جيبوا اشياء مو موجودة، جيبوا اشياء مو موجودة، كل شيء موجود. خلاص بروح الملز بعد شوي. في شيء كنا نسويه يعني عشان انا مصري. ممكن واحنا بنحترف موضوع انك ترتجل، والشعب السعودي بيحب موضوع الارتجال. ايش الارتجال؟ انك تالف على الهواء، ودي صعوبه. يعني مثلا قلت السعوديه، تقول لي السعوديه دلوقتي صح؟ السعوديه. اسال رب البريه اللي خلق كل البشريه، قال لها ابعت للارض دي هديه. قلنا له ايه يا رب؟ قال لك شعب السعوديه. يا سلام. ده كده تمام؟ هات حروف الر والياء والالف والضاد كلهم وقفوا كده انضباط، لقيت فيهم دمعه ونزله بانبساط. قلت لهم ليه كده؟ ليش احلى مدينه؟ مدينه الرياض. ما شاء الله. شفت عليك؟ لا كده كثير.
ايش الشيء اللي تتمنينه يصير في موسم الرياض؟ بصراحة أيوة. انا مش لاقي حاجة ناقصة في موسم الرياض، يعني احنا ما كناش نتخيل، احنا عدينا الخيال بأمانة، كل حاجة موجودة وما شاء الله، مجهود جبار، تنظيم، فعاليات جميلة، مش عارفة، انا مبسوطة ومش عارفة، يعني مش حضرني كلام. هنا قلب الرياض بالحب يجمعنا، يا مرحب يا هلا واهلا بزايرنا. والحين احنا في المكان الثاني اللي هو رياض وينتر ويندرلاند، طبعا هذه الملاهي اللي جابوها من لندن على الرياض بطاقم العمل وبألعابها وبكل شيء، وحجمها ضعف حجم وينتر ويندرلاند اللي في لندن، وسووا لنا هنا حلبة تزلج مساحتها 2400 متر مربع، وهي تعتبر أكبر حلبة تزلج في الشرق الأوسط. ورياض وينتر ويندرلاند فيها أكثر من 42 لعبة. بس قبل ما نستمتع في الألعاب خلونا نسأل الناس سؤال حلقة اليوم، اللي هو وش الشيء اللي تتمناه في موسم الرياض؟ يلا خلوكم معنا، وش الشيء اللي تتمنونه يصير في موسم الرياض؟ والله نتمنى الدحة. والله بالدحة. الدحة. الدحة. والله الدحة والله نقصتها الحفلة الدحة. نبيكم تورونا كيف الدحة، يلا. الله. بسم الله. ورونا الدحة. هذا تبونه يصير في موسم الرياض؟ الله. اي مع حركة ثرات. الله يوفقك ويعطيك العافية. شيء تتمناه يصير في موسم الرياض؟ انا انسان يومي صغير، ودي اسبح مع القروش. تسبح مع قرش؟ اسبح مع قرش. ليش؟ اكشن، لازم كذا، لازم مغامرات حياتي. انت بتموت بطريقه غير مباشره بس. تقريبا. فودي اسبح مع القروش، ودي ان يسوون ايفنت انك تسبح مع الاسماك مع القروش، ويكون لها بطريقه محترفه يعني. طريقه مرتبه. اكيد. واذا احد جاء شيء طيب؟ عاد ربي كتب هذا اليوم. شيء تتمناه يصير في موسم الرياض؟ البلياردو. البلياردو. اي نعم. انت شكلك محترف. ما في شك. ان شاء الله. اتمنى. يعني تبون مسوون بطولة بلياردو؟ صحيح. اتمنى هذا الشيء. طيب تلعبين بلياردو؟ لا، هذه تلعب ميكي ماوس. ميكي ماوس. شيء تتمناه يصير في موسم الرياض؟ شيء، شوفي انا اشوف كل شيء فيه الحين، فيه اول مره اجي مستغرب ان في كل شيء. حلو. بس واحد جاء سطح في بالي، الرجاجيل اللي يمشون على الحبل بين الابراج، اللي عندنا. حلو. بين برجين وتحط حبل. حبل وتمشي عليها. وامشي عليها. كيف التوازن عندك؟ تمام. ما عليك، اربطني بس اهم شيء بالامان وانا بانطلق. باراشوت. امان لا انت كذا زحف باراشوت. اضمن ما اضمن موتي. طيب الحين ليش حبل فوق ابراج؟ ليش ما تمشي على رجولك وخلاص؟ عشان ما اموت. ما ابغى اموت. طيب ادري توني صغير. والله ما ابغى اموت. انت فعاليتك تموت. والله. لا ومجربوها معي انتم بعدين. لا ما حد بيجربها. ما حد جربها. حالك. خلاص تم. الله يسلمك. الشيء اللي اتمناه، والله كل شيء موجود، ما في شيء اتمناه الا الان، الالعاب، المطاعم، الكافيهات، الناس، التنظيم، اهم شيء التنظيم ممتاز، كل شيء حلو. ما في والله شيء اتمناه الى الان، بس الى الان يعني كل شيء توب. سينما موجود، دي جي موجود، العاب توب موجود، كل حاجه متوفره. يعني انا ما اتمنى شيء الى الان. شباب اخترعوا لي فعاليه جديده في موسم الرياض. والله شيء تتمنونه؟ بما اننا يعني احنا من اصحاب العربيات، اتمنى من اول انه يكون، تعرف اللي زي سكيت، اللي تزلج. ايوه. بس على عربيات، اشوفها دائما باليوتيوب. تزلج على العربيه. فيه. حلو. برا بس نتمناها هنا. والله اشكر هيئه الترفيه على هذا الموسم، الشغل جبار للامانه، ومن ناحيه الدول العاقه للامانه الدخول ميسر وامور كلها تمام، ونتمنى ان شاء الله الجايه افضل. الله يعطيكم العافيه. شكرا لكم. وبكذا وصلنا لنهايه حلقه اليوم، اذا عجبكم المقطع لا تنسون تشتركون في القناه وتشاركونا بسؤال للحلقه الجايه تحت في الكومنتات، واذا حابين تزورون فعاليات موسم الرياض تركنا لكم جميع التفاصيل تحت في الوصف، وان شاء الله اشوفكم بالحلقات الجايه. في امان الله.